مرحبا جميعا. اليوم حبيت ان انا اطلع اليوم برا اعمل الفيديو اللي بدي احكي فيه. الفيديو اللي انا بدي احكي فيه هو متعلق بانك انت كيف تلاقي شغل في قطر، اذا انت كنت حابب انك انت تدور على شغل في قطر، او اذا انت كنت حاطط الدوحة واحدة من الديستنيشنز اللي في بالك انك انت تروح تلاقي فيها شغل. فالفيديو هذا عملته عشانك، لانه جتني كثير اسئلة عن انه كيف ممكن انه احنا نلاقي شغل في المكان اللي انت موجود فيه. خلينا نشوف مع بعض. هلا اول شيء كلنا بنعرف اذا احنا بنلاقي شغل في مجال يتطلب شهاده جامعيه، فاكيد انك انت اول شيء بدك تتخرج من جامعه معتمده في البلد اللي انت موجود فيها. مثلا احنا في الاردن عندنا الجامعه الاردنيه، جامعه التكنو، جامعه الجامعه التطبيقيه، الجامعه الالمانيه والى اخره، كثير من الجامعات المعتمده. فاول شيء بدك تشيك على الجامعه اللي انت تخرجت منها، هل هي معتمده في البلد اللي انت رايح عليها او لا. في الدوحه في عندك ويب سايت ممكن تدخل عليه تلاقي ايش هي الجامعات اللي ممكن انك انت تدور او انك انت تشوف هل هي معتمدة في قطر او لا. خلصنا من الجامعة وتخرجنا، هل عندك خيارين؟ اما انك انت ممكن مباشرة تدور على شغل في الدوحة او في قطر، وانك انت تحصل هذا الشغل، انك انت تيجي دايركت من غير انك انت تكون حصلت خبرة في الاردن او في البلد اللي انت موجود فيها، او انك انت لا بداية تشتغل تحصل خبرة سنة سنتين زمن، تفهم كيف الشغل بيمشي، بعدين تبلش تدور على شغل. Let's say سواء في الكيس الاول او في الكيس الثاني انك انت بدك تيجي على قطر، اول شيء بدك تبلش تدور على هذا الشغل. كيف ممكن تدور على هذا الشغل؟ اول شيء عندك اكثر من طريقة، خلينا نحكي فيهم واحدة واحدة. اول طريقة انك انت تفتح الانترنت، طبعا زي ما الكل عارف، تبلش تدور اونلاين سواء على لينكدين، سواء على الفايت.com، سواء على كل المواقع اللي ممكن تلاقي عليها الشركات او مواقع التوظيف، او انك انت تدور فيسبوك او انستغرام على الشركات اللي انت بتعرفهم، او انك طبعا تدخل على جوجل تدور على اسماء الشركات اللي موجوده في قطر وتبلش تبدا تتراسل معهم. وطبعا في عندنا قائمه بكل الشركات اللي انت ممكن تقدم لهم اذا كنت في المجال الاستشاري او اذا كنت في مجال ثاني، فتبدا تبعت لهم بالايميل على السي في تبعك او انك انت حاب تشتغل معهم او الى اخره. طبعا في كثير ناس ما بعرف تشاؤم او هو سوداويه او انه هو مش مؤمن بهاي العمليه، بيحكي لك انه هذا الحكي اللي احنا عم نحكيه على الفاضي، لكن لا هو مش على الفاضي. انا شخصيا خلال 4 سنين اجاني، يمكن او خلال 3 سنين اجاني 4 لـ5 عروض عمل من الشركات عن طريق لينكدين وعن طريق فايدتكم ومن غير ما انا احاول تو ابلاي على هذا الشغل. سو انت لازم تستخدم هذه المواقع لحتى تقدر انك انت تحصل شغل، فهي الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه اللي انت ممكن تدور عليها انك انت تدور على مواقع الوزارات الحكوميه او الجهات الحكوميه اللي انت ممكن تشتغل معها. مثلا عندك وزاره التخطيط، عندك وزاره البلديه، عندك مثلا هيئه الاشغال وغيرها من الوزارات والجهات الحكوميه اللي انت ممكن تقدم عليها، وبنفس الطريقه تتراسل معهم. واذا كان في عندهم وظيفه او اذا في عندهم فاكنسي انت ممكن انك انت تشغل او انك انت تشتغل في هاي الوظيفه، فممكن يتواصلوا معك وتمشي الامور. الشغله او الطريقه الثالثه انك انت تدور على المؤسسات اللي موجوده في الدوله سواء حكوميه او غير حكوميه. مثلا عندنا هون في قطر في عندك كهرباء، في عندك مثلا المكتب الهندسي الخاص وكثير من الجهات اللي انت ممكن تقدم عليها، فبرضه راح تتراسل معهم. واذا كان في عندهم وظيفه ممكن هي تروح لك اذا انت كنت اب تو ذا سكيلز المطلوبه للوظيفه اللي شاغره، فانت ممكن تكون الشخص اللي راح تحصل على هاي الوظيفه. الطريقه الرابعه اللي ممكن من خلالها انك انت تدور على شغل انه يكون داخل الشركه او الجهه اللي انت ممكن تتوظف فيها موجود شخص انت بتعرفه، او للوظيفة اللي مطلوبة انك تكون انت الشخص المناسب، فهو يحكي عنك، يحكي انه والله انا بعرف شخص وهذا الشخص فيه هذه السكيلز المطلوبة، فيجي الشخص المسؤول عن المقابلات او الاتش ار او مدير التوظيف يتواصل معك يعمل معك الانترفيو، واذا كنت انت الشخص المناسب للوظيفة تبدأ اجراءات انك انت تيجي على البلد. وطبعا هذه الشغلة اللي انا بحكي عنها الشغلة الرابعة او كل الشغلات هاي، اذا انت راح تتوظف فمن المطلوب طبعا انه يكون في فيزا للجنسية للبلد اللي انت جاي منها. فإذا انت اردني لازم يكون في الشركة في فيزة اردني، اذا انت تونسي فلازم يكون في عندك او في عند الشركة فيزا لتونسي والى اخره، وهذا الشيء اساسي ما ممكن انك انت تتخلى عنه. الشغلة الخامسة اللي انت ممكن تعملها واللي هي شوي انا بعتبرها اصعب واكثر تكاليف، انه انت تيجي على البلد، ممكن فيزا سياحة، ممكن فيزا زيارة على شخص اذا انت لك اقارب في البلد، وانك انت تيجي على البلد تقعد لك شهر او شهرين انك انت تدور على شغل في البلد هون زي ما انت كنت تدور على شغل في البلد اللي انت موجود فيها. في كثير ناس بتحكي لك على الفاضي، لا احنا من التجارب اللي صارت ومن الاشخاص اللي نعرفهم اللي اجوا هون على البلد وعاشوا معنا ودور على شغل مده شهر لثلاث اشهر، من شهر شهرين ثلاثه وحظه طبعا،
بيلاقوا شغل وبيلاقوا الفرصة المطلوبة وبتوظفوا وبتمشي امورهم تمام. فهاي الفكرة او الشغلة الخامسة اللي هي انك انت تيجي، هي صحيح بتكلف تذاكر اقامة والى اخره، لكن هي ممكن هي توفر لك الفرصة اللي انت ممكن تدور عليها. في كل الحالات اللي انا حكيت عنهم طبعا، اذا انت لقيت شغل فانت محتاج لفيزا من البلد اللي انت او للبلد اللي انت جاي منها، وهذا اشي اساسي. Let's say انك انت لقيت شغل واليوم انت جهز اغراضك، او ان اليوم انت قاعد تتواصل مع الشركه لحتى تقدر تيجي على البلد. خلينا نحكي شو الاشياء الاساسيه اللي انت لازم تحطها في بالك لما تيجي على البلد، انك انت لازم تعملها علشان تكون بالسيف سايد. اذا انت لقيت شغل في المجال الهندسي، واذا انت شغلك في المجال الهندسي سواء استشاري سواء مقاول في السايد او سواء مثلا تكنيكال للموقع والى اخره، فانت بحاجه انك انت تعمل شيء اسمه التصنيف للمهندسين، وهذا التصنيف هو كثير مهم لحتى تقدر انك انت اقامتك تكون بمسمى وظيفي مهندس، وانك انت تاخذ الامتيازات اللي بياخذها المهندس. والتصنيف له اكثر من درجه، وعشان تقدر تعمل التصنيف طبعا لازم تقدم اونلاين، تقدم الموقع تبع التصنيف، تعبي كل المعلومات اللي راح يطلبها منك الموقع، وترفق كل الاوراق المطلوبه اللي راح يطلبها منك الويب سايت، مثل مثلا الشهادة الجامعية، شهادات الخبرة، الشهادات إذا أنت مثلا عندك دراسات عليا، هذه كلها بدها تكون موجودة معك. وطبعا كل هذه الأوراق لازم تكون مختومة من أكثر من جهة، بدها تكون مختومة من وزارة التعليم العالي في البلد اللي أنت فيها، بدها تكون مختومة من وزارة الخارجية في البلد اللي أنت فيها، ومن سفارة دولة قطر في البلد اللي أنت موجودة فيها، أو سفارة دولتك اللي موجودة داخل دولة قطر. لكن أنا أفضل أنك أنت تصدق كل الأوراق من الأردن. طبعا شهادات الخبرة تكون معتمدة ومصدقة من النقابة ومن وزارة العمل ومن وزارة الخارجية ومن سفارة دولة قطر في بلدك. هذا بالنسبة للشهادات والأوراق. هلأ عشان تعتمد الخبرة الموجودة عندك في بلدك في دولة قطر، لازم انت تكون مسجل على الضمان الاجتماعي في البلد اللي انت بتشتغل فيها. وليت لي في احد اصدقائي انطلب منه انه يكون في تأمين صحي لحتى تعتمد الخبرة اللي اشتغلها في البلد اللي هو كان موجود فيها. فانت بدك تدير بالك من ناحيه شهادات الخبره تكون مصدقه ومختومه، بده يكون عندك الضمان الاجتماعي مصدق ومختوم، بده يكون في عندك التامين الصحي مصدق ومختوم. في هذه الحاله انت تقدر تو ابلاي لموضوع التصنيف، انك تاخذ التصنيف اللي تستحقه حسب عدد سنوات الخبره اللي انت اشتغلتها في بلدك. سو الشهادات شيء موضوع كثير مهم وبفرق معك في قطر. طبعا بعد ما انك انت ترفق كل هاي الاوراق ويعملوا لها ايفالويشن، بيتواصلوا معك، بيبعثوا لك مسج وبيحددوا لك موعد امتحان. في حال النجاح ان شاء الله في الامتحان، فانت تصنف في دولة قطر كمهندس. وطبعا في لها جريدز، في عندك متدرب جريد سي، جريد بي، جريد اي، والاكسبرت. بهاي الطريقة انت بتكون خلصت موضوع التصنيف واقامتك مهندس والامور ماشية والوضع تمام. هلا شو فايدة التصنيف؟ اول شيء كان بده ينختم على الاي دي، تاخذ امتيازات المهندس. التصنيف بيفرق معك كثير مرات من ناحية الراتب ومن ناحية الشركة اللي انت ممكن تشتغل فيها، تصنيف الشركة نفسها اللي انت ممكن تشتغل فيها. فموضوع التصنيف جدا مهم، ديروا بالكم عليه. هلا من الاشياء اللي انت لازم تدير بالك عليها لما تبدا تحكي بموضوع العقد وموضوع الشغل وموضوع السفر لقطر مع الشركه اللي انت بدك تشتغل فيها، اول شيء مكان الشركه في قطر وين موجود لحتى انت تعرف شو الشركه اللي انت جاي عليها وين مكانها، التصنيف تبع الشركه عشان تعرف انت شو حجم الشركه وشو شغلها، مجال عمل الشركه شيء طبيعي هذا في كل مكان لازم تكون عارفه. طبعا بعد كل هذا بدك تعرف وين مكان السكن الخاص اللي انت ممكن انك انت تكون قريب على شركتك منه. يعني مثلا اذا انت اشتغلت في شركه مثلا على سبيل المثال في الخور، ما راح تروح تسكن في الدوحه، اذا اشتغلت في الدوحه ما راح تروح تسكن مثلا في معيدر. فانت فعليا بدك تكون عارف اذا انت شغلك في مكان معين انت بدك تسكن اقرب مكان لهذا العمل. عشان هيك مكان العمل بيفرق كثير معك ومكان السكن بيفرق كثير معك، لانه الايجارات هون بتفرق كثير من منطقه لمنطقه، ايجارات السكن انا عم بحكي. طبعا بدك تحط في بالك انه انت بده يكون معك رخصة قيادة، ورخصة قيادة في قطر مش موضوع سهل انك انت تطلعها، لانه انت لازم تنجح في امتحان، وهذا الامتحان فيه له 3 ليفلز والى اخره. بدك تحكي عن موضوع الامتحان اللي كانه في فيديو منفصل. هلا بدك تتعرف كمان من الشركة اللي انت جاي عليها، تسأل عنها، تتأكد انه هذه الشركة من الشركات اللي بتتأخر في دفع الراتب ولا مش من الشركات اللي بتتأخر في دفع الراتب، لانه هذا اشي كثير مهم بفرق معك كثير، لانه موضوع الراتب اشي اساسي لما تيجي على اي دولة مش شرط على قطر لحالها. هلا لما بدك تحكم هل العقد اللي انت حصلته هو عقد وعرض عمل مغري او جيد او مش لازم تاخده، لازم تحط في بالك عدة نقاط مهمة. اولها هل انت متزوج ولا عازب؟ الشغلة الثانية هل عندك ابناء ولا ما عندك ابناء؟ الشغلة الثالثة هل ابنائك في سن الدراسة لازم تدرسهم ولا لا؟
هاي الشغلات كثير بتفرق معك لما تفكر في عقد العمل او في العرض اللي بده يجيك، هل هو عرض جيد او غير جيد، لانه الاعزب اقل راتب ممكن يزبط معه، المتزوج لا، في حدود للراتب انت لازم تكون حاططها في بالك، لانه اذا كان في عندك عائله واولاد اول شيء محتاج لشقه اكبر او سكن اكبر، اذا احتجت لسكن اكبر فانت في هاي الحاله راح تدفع مبلغ مرتب على موضوع السكن، غير هيك اذا عندك ابناء في عمر الدراسه فالدراسه مش رخيصه في البلد، فانت برضو بدك تدير بالك من هاي الناحيه. الشغله او الشغلات اللي لازم تحط في بالك كمان لما بدك توقع عقد العمل، اقرا بالاول الاوفر اللي اجى، هل الراتب الاساسي رقم منيح، لانه الراتب الاساسي هو اللي بيفرق معك في حساب بدل الاجازات، وهو اللي بيفرق معك في حساب نهايه الخدمه، في حساب مكافاه نهايه الخدمه، فالراتب الاساسي تتاكد انه مش راتب قليل. الشغله الثانيه او مش نسبه قليله جدا من توتال الباكج كامل. الشغله الثانيه، هل في بيدفعوا لك بدل سكن او لا، وهل بدل السكن كافي لحجم العائله اللي انت تمتلكها، او اذا انت اعزب فهل هو كافي لسكن اعزب مناسب. الشغله الثالثه اللي بدك تدير بالك عليها، هل في بدل مواصلات، ورقم اللي حاطط لك اياه في العقد هل هو كافي لبدل مواصلات او لا. في شركات برضه بتحط بدل اتصالات حسب طبعا طبيعه الشركه. طبعا بدك تتاكد كمان هل بيزودوك بسياره او لا، هل بيزودوك بسكن او لا، سكن كسكن مش بدل سكن، هل بيزودوك بتعليم للابناء. طبعا الجهات الحكوميه بالاغلب تزود للعاملين والموظفين فيها في التعليم، يعني بيدرسوك في مدارس الدوله، وهذا الشيء اساسي لانه مبلغ التعليم جدا عالي. طبعا اذا في شركه ممكن تعطيك هذه الميزه فهي شركه جدا منيحه. التامين الصحي، هل في تامين صحي او لا في الشركه اللي انت تعمل فيها. اتوقع هيك انا بكون غطيت معظم الامور. طبعا تتاكد من مده الاجازه، اقلها تكون حسب القانون، حسب قانون العمل القطري. هيك احنا بنكون غطينا موضوع العقود وموضوع الاوفر، موضوع ايش الاشياء لازم تحطها في بالك اذا انت جاي على قطر. طبعا بعد ما خلصنا كل هذا بدك تتاكد انت قبل ما تبلش تدور على شغل باي مكان، اول شيء هو التوفيق من ربنا والرزق على ربنا، فانت بدك تعمل اللي عليك وما تزعل بالاخر لانه نصيبك راح تاخده وين ما يكون. الشغل الثاني، بدك يكون نفسك طويل، يعني انت ما تبلش تحكي بعد اول اسبوع انا ما لقيت شغل، ولا بعد اول اسبوعين، ولا بعد اول شهر، لانه الوضع مش في كل مكان انك انت بتقدر يلا دور على شغل يلا اليوم انا لقيت شغل، لا، بدك نفس طويل ممكن تمتد من شهر لثلاث اشهر انك انت تلاقي شغل، فانت بده يكون نفسك طويل لحتى تقدر تلاقي الفرصه اللي انت بالنسبه لك تشوفها مناسبه. في انواع من الناس راح تحكي لك ابشر وبوعدك ولا يهمك وتختفي، ما تتضايق كثير. في ناس راح تحكي لك ابشر وبوعدك وتبطل ترد عليك اصلا، في ناس ابشر وبوعدك وتحملك الف جميله وما تحاول تساعدك، فانت هدول الناس بدك تكون حاطط في بالك انهم موجودين. وكمان الأسوأ شوي يعني للاسف انه في ناس راح تحكي معك وراح ترفضك من غير اي سبب، يعني يلا تعال على الانترفيو، بعدين لا سوري انت مش الشخص المناسب لهي الانترفيو، يلا تعال متدرب ببلاش، لا ترضى، لا ترضى تماما. اي شغل او اي ناس تعرض عليك انك انت تشتغل بدون راتب مقابل تعبك فانت لا تقبل تحت اي ظرف من الظروف. والاهم من كل هذا الحكي، لا تثق باي كلمه انه ابشر راح نشغلك وبعد شهر وبعد شهرين. الحد الجدي اللي بده يشغل اي شخص راح يوقع معه اتليست اوفر الشغل او عقد العمل، فانت بهاي الحالتين ممكن تثق في الشخص اللي قدامك، غير هيك تنسى الموضوع تماما لانه ما حدا راح يعطيك كلمه وبالاغلب انه ما راح يلتزم فيها اصلا. وبالنهايه بالتوفيق للجميع، ان شاء الله اكون غطيت كل الامور المتعلقه بهذا الموضوع، ويعطيكم الف عافيه.